ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة، ودلوقتي مع الفقرة الطبية. طبعا بعد سفرة كاملة من مقبلات وجبة رئيسية كمان تحلية، لازم بقى نفكر في وزننا المثالي من غير تأنيب ضمير ولا زعل على اللي حصل. فإزاي أقدر أكل كل اللي نفسي فيه من على السفرة وفي نفس الوقت أقدر أحافظ على صحتي ورشاقتي؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتي دكتور سالي فيكتور، اخصائيه التغذيه العلاجيه لدى شركه اون تارجت فارما. اهلا بيك يا دكتور سالي. ازيك؟ عامله ايه النهارده؟ ربنا يخليكي، ده نورك. طبعا احنا يعني بصي، انا النهارده كنت بشتغل حاجات في الحلقه، واشتغلت لان في اصدقاء كتير لينا بيقولوا كميات السكر الابيض كانت بتبقى يعني قويه جدا. يمكن في ناس في مشاكلهم في السكريات والحلويات والحاجات دي، في ناس تانية مشاكلها في النشويات والرز والمكرونه وما الى ذلك. احنا بنقول ايه؟ احنا عايزين دلوقتي من خلال البرنامج نقول ان احنا مش بنقول ده عشان الناس تعمل بس دايت، عشان الناس تحافظ على صحتها. صح. فاحنا عايزينك بقى تقول لنا كده، لما الواحد يبقى قدامه الحاجات الجميله دي وهو ما عندوش الاراده القويه اللي تقدر تخليه يكنترول على نفسه انه ياكل بشكل يعني مظبوط، اللي هو يبقى ما يضروش وما يتعبوش بعد كده. فقول لنا بقى نبدا كده ايه الستبس ازاي، وبعدين نعرفهم بالبرودكت اللي شركه اون تارجت فارما دايما بتعرضه معانا، ونتكلم بقى عن الايجابيات بتاعته والسلبيات، نشوف مين قال ايه فين عشان نحكي معاكم بقى. طيب، هي بس في الاول انا عايزه اقول للناس ان الكربوهيدرات والسكريات هي مشكلتها معايا ان هي اولا كالوريز كتيره جدا، تاني حاجه ان هي بترفع معايا هرمون الانسولين بشكل كبير في الجسم، وهي من الحاجات اللي بتتهضم بسرعه. يعني انا السكريات دي من الكربوهيدرات البسيطه اللي انا اصلا ممكن يتهضم منها جزئيا في البق من انزيمات او السلايفا اللي موجود في البق. فعشان كده لما باكل سكريات او انا بحس ان انا مبسوطه عشان هي اتهضمت وقتي في بقي، وفي نفس الوقت ادتني احساس انها مسكره، فانا مبسوطه ان انا اكلتها. ده كمان اللي بيخلي ان انا لما باكل نشويات او سكريات ممكن بعد فتره صغننه جدا احس ان انا جعانه تاني وعايزه اكل تاني، وبالتالي برضو تفكيري هيوديني ان انا هروح تاني اكل سكريات او اكل نشويات وابقى زي في حلقه كده مقفوله انا مش عارفه اطلع منها. بس احنا برضو بنقول للناس ان احنا ما ينفعش نقطعه، ما ينفعش نقطع كربوهيدرات خالص، ما ينفعش نقطع سكريات خالص ولا دهون لان طبعا دي مصدر الطاقه في الجسم، دي البنزين او الباور اللي بتاخده الخلايا في جسمي علشان تعمل طاقه ان خلايا الجسم تشتغل وعضلاتي تشتغل وايدي تشتغل وان انا اروح شغلي والكلام ده كله. فهي سلاح ذو حدين، انا محتاجاها بس في نفس الوقت محتاجه اظبط الكميات او ان انا اخد بكميات اللي جسمي فعلا محتاجها، الكميات اللي طاقه جسمي فعلا محتاجاها، وما افتحش قوي. وفي نفس الوقت احنا برضو بنشجع ان الدايت يكون من غير حرمان، فانا ما ينفعش ان انا اقول للناس مجرد ما ابدا دايت ان انا هحرم بقى نفسي من كل الحلويات دي، لان انا هاجي بعد فتره مش هقدر اكمل ونفسي هتروح. لو نفسي راحت ودقت احس ان انا مبسوطه قوي دلوقتي فانا محتاجه تاني فهاكل، فممكن ارجع افتح بقى قوي فما ارجعش تاني للدايت، او ان انا ارجع الحلويات والفاكهه كمان فعشان كده احنا بنقول للناس احنا ممكن نعمل حاجتين. طبعا احنا محتاجين ان احنا نظبط الكميات او نتحكم في شراهه الاكل او الكميه اللي انا باكلها عشان انا احس ان انا جسمي خد الطاقه اللي محتاجها، وفي نفس الوقت انا يعني اكلت كل العناصر الغذائيه اللي موجوده في الاكل دوت. تاني حاجه ان احنا ممكن نبدل بدائل صحيه للاكل السكريات او النشويات. يعني انا مثلا عندي بدائل كتيره جدا ممكن اعملها، يعني مثلا العسل الابيض ده بديل حلو جدا جدا مكان السكر الابيض، بس برده هو فيه كالوريز كتير. يعني انا برده بمقنن، يعني احنا بناخد في حدود المعقول اللي احنا المعقول على القد. بس طبعا هو العسل فيه فوائد كتير، فاحنا بنقول للناس معلقه العسل دي بتساوي معلقتين اصلا سكر. وانا ده اللي محتاجاه بس في اليوم علشان برده ما افتحش قوي في الكمية والاقي ان انا برضو دخلت كمية سكر كبيرة كتير جدا لجسمي. ممكن نبدل السكر اللي هو العادي الابيض بقى بسكر دايت، وده بديل اكتر صحي وبرضو بيبقى مساعد جدا جدا في النظام، ان هم يقننوا نسبة السكر الابيض. بالظبط. حتى لو انا بحب الحاجة مسكرة قوي مثلا الشاي يعني الشاي والقهوة بقى والمشروبات، هو بيدي طعم كاذب فبيدي الاحساس الحلو ده. احنا كده احنا نقول الحقيقة. صح. فاحنا على مدار اليوم الناس كمان المدمنه قهوه ومدمنه شاي ومدمنه نسكافيه، الناس دي ممكن تاخد كميات سكر في اليوم على مدار اليوم ضخمه هما مش حاسين. صحيح. يعني احنا كان بيتواصل معانا بيشنت او ناس في شركه اون تارجت فارما. ايوه، قول لنا بقى حالات الناس الحقيقيه. انا بشرب 7 كوبايات شاي في اليوم او 8 كوبايات شاي، وكل كوبايه فيها 3 معالق سكر. فاحنا ده اقل حاجه على فكره، انا اعرف ناس بتاخد 7 معالق سكر. ده والله لو انا واقفه جنبه قلت له انا قلبي وجعني اقسم بالله، بس البنكرياس كتير احراره. طبعا طبعا.
فهي دي الفكره. انا لما جيت حسبناها انت بتاخد حوالي 21 معلقه سكر في اليوم، ده بعيدا عن الكالوريز، ده كميه بعيدا عن اي اكل بقى تاني انا باكله او اي حاجه داخلاني، اي حاجه تانيه طبعا. فطبعا دي كميه سكر كتيره جدا كبيره، ده هيرهق قوي قوي البنكرياس طبعا. ان احنا بنضخ كميه انسولين ضخمه جدا. بعد كده بقى ندخل في مشاكل زي مقاومه الانسولين، انت بتدخل جسمك كميه سكر كتيره قوي قوي قوي، وانت اصلا جسمك مش محتاج كل السكر ده، وانت خدت الطاقه بتاعتك اللي انت اصلا محتاجها من الاكل. فالسكر اللي احنا بناخده في الشاي او الحلوي او النسكافيه ده اصلا سكر اكسترا، او دي كالوريز اصلا اكسترا، مش زيادة انا عن مش حاجتنا بالظبط. ففي ناس كتير تقول لك انا ماشيه على النظام الدايت المظبوط بس انا يعني مش بخس، ولما نيجي بقى ندور او نفعفش وراهم كده نلاقي ان السبب فعلا عدد معالق السكر اللي بتبقى في الشاي والقهوه والنسكافيه، اللي هم بالنسبه لهم هم دول مش حاسبينهم اصلا في الكالوريز بتاعه اليوم. فاحنا في الحاله يعني في شركه اون تارجت فارما قدرنا ان احنا نساعد الناس بالموضوع ده جدا، ان احنا عاملين سكر سيسل. سكر سيسل هو سكر دايت بس عنده كذا ميزه او عايزه كذا بريوريتي عن اي سكر دايت تاني موجود في الماركت، لان هو متكون من مادتين اسمهم الدكستروز واللاكستروز. المادتين دول حلوين جدا لان هو اصلا الجسم مش بيعرف يتعامل معاهم، فانا زي ما خدتهم زي ما الجسم هيتخلص منهم. هو بس كل الحكايه ان هو اداني التحليه بتاعتي اللي انا في الشاي او في الاحساس المرضي، الاحساس اللي انا بحبه او اللي انا متعود عليه. غير بقى ان هو وسعرات مفيش، سعرات مفيش بالظبط، هو طبعا زيرو كالوريز. الميزه بقى الاكتر ان انا لو مريض سكر، مريض سكر بقى انا عندي اصلا مشكله في هرمون الانسولين، سواء انا مريض سكر من النوع الاول او النوع الثاني. النوع الاول انا مشكلتي ان البنكرياس اصلا مش بيفرز هرمون الانسولين، النوع الثاني الانسولين ده موجود بس مش شغال بالكفاءه المطلوبه كويس، فانا عندي دايما سكر الدم عندهم عالي. هي دي بقى اللي احنا بنلعب عليها، ان احنا لما بناخد سكر سيسل بديل للسكر الابيض، السكر دوت مش هيعلي معايا سكر الدم بالشكل المبالغ فيه زي ما السكر العادي بيعمل، بيبقى سكادولي كده تدريجي، مش بيأثر على سكر الدم. فعشان كده انا لو مريض سكر، وطبعا الدكتور لازم يكتب لي سكر دايت او ان انا اقطع سكر خالص، لان طبعا انا مريض على حسب كل حاله، ما في حالات ما بتقدرش، فعشان كده احنا بنحاول نلاقي لهم حل بالظبط. فاحنا بنحاول ان احنا نساعدهم ان احنا ما نحرمهمش من السكر، عشان ده اصلا شعارنا في شركه اون تارجت فارما، ان الدايت يكون من غير حرمان. وفي نفس الوقت انا بديله سكر بديل السكر دوت، حله معايا الشاي والقهوه والنسكافيه، وحله تحليه كمان قويه، لان الكيس بيساوي معلقتين سكر. انا اشتغلت بيه كيك النهارده بجد، طلع ايه يعني الناس طبعا ضاقوا، بس هو الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر ما غيرش طعمه في الكيك اللي احنا عملناه، ومش مديني تيست مسكر بس مدينا رضا، يعني الناس معظمها لان في عندنا ناس مرضى سكر وفي ناس، فالتفاوت في الاراء ده بيفرق معايا جدا الحقيقه. طبعا وهدوقك من ده برضه لازم تقول لنا، لانه هي فكره برضو مهمه لبعض الناس وبعض الحالات حقيقي بجد. طب احنا نلاقيه فين سريعا كده؟ احنا هنلاقيه في الصيدليات صح؟ هو موجود في يعني في او عن طريق الارقام الموجوده، او موجود برضو عن طريق الارقام الموجوده على الشاشه، ممكن يتواصلوا. طب ما تقول لنا طرق التواصل كده. احنا الارقام الموجوده على الشاشه من خلال الابلكيشن واتساب او من خلال المكالمات، يعني هو لو يعني حد اتصل ليا بس الموبايل مشغول، عشان بس ضغط المكالمات بيتواصل عالي من جدا. خلال الواتساب ممكن يتواصل عادي من خلال ابلكيشن الواتساب. موجودين بقى على السوشيال ميديا من خلال الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك دي الاوفيشال بيج بتاعتنا. موجودين كمان من خلال صفحه دكتور نهال حافظ خبيره التغذيه. موجودين كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام. طيب عايزين كمان عاملين دلوقتي شحن مجاني والله. طب ده هايل. وعاملين باكجات كورسات مكثفه وكورسات كامله. كورسات كاملة، كل الكورسات كمان ليها الشحن مجاني، عشان احنا برضو بنحاول نساعد الناس في الفترة اللي هي الاقتصاد فيها يعني مش الحالة صعبة شوية، احنا بنحاول ان احنا نساعد الناس بكل الطرق حتى اقتصاديا ان احنا نوصل لهم الشحن مجاني، واحنا كمان عاملين كورسات مكثفة والاسعار يعني كويسة جدا. طب بعيدا بقى عن السكر، انتوا بتقدموا كورسات كتير خاصة بالناس اللي حابة انها تنزل وزنها وعندها مشاكل صحية او ضرورة بقى، سواء مشاكل عظمة او مشاكل ايا كانت عايزين ينزلوا في الوزن. قول لنا كده من اول ما بتجيلكوا الحالة، وكلميني عن الكيك اللي احنا عملناه النهارده. الكيك ده يقعد وجبة رئيسية ممكن اخده في الفطار، ولا اخده كسناك، ولا اخده امتى عشان اصدقائنا اللي بيسألوا في الموضوع ده؟ هو احنا الكيك هو بس فكره الفطار، ان انا لما ببقى نايم فتره طويله بيبقى هرمون الانسولين هادي، يعني مش بيطلع بالشكل الكبير. فانا لما اصحى واروح خضه جسمي كده بكميه
انسولين كتير قوي اللي هو هوبا. لا لو السكر قليل، لو يعني لو ضعيف خالص يعني ماشي، بس احنا بنقول للناس الصبح بالذات انا لو كلت حاجه مسكره كويس هجوع بسرعه تاني كويس، فاحنا بنحاول نخلي وجبه الفطار تكون وجبه كويسة متكامله. بالظبط، بالذات الناس كمان اللي بتنزل شغل او بتودي المدارس وبتروح مثلا لسه وراها شغل او وراها حاجات كتيره في البيت، فاحنا يعني بلاش الصبح بدري ان انا اول ما اصحى اخد حاجه مسكره قوي، لان ده هيعمل معايا مشكلتين، هيعمل حاجه في هرمون الانسولين هيعليه قوي قوي، ودي حاجه اسمها انسولين سبايك، ان انا هرمون الانسولين كان الكيرف بتاعه كان قليل وفجاه الكيرف عالي قوي، فده بالنسبه لي طبعا ممكن تكون مشكله، بالذات لو انا اساسا عندي مشاكل زي مقاومه الانسولين او مشاكل في الغده او انا مريض سكر، فطبعا كل دي اساسا بتكون مشكله عندي. اوكي احنا ممكن ناخده طبعا كسناك في النص يعني احنا بنقول لهم الدايت من غير حلويات الدايت من غير حرمان، هناكل كيك وهنتبسط طبعا، فاحنا بنحاول ان احنا برضو ما نفتحش قوي في الكميه، اللي هو طبعا الكيكه شكلها حلو شكلها مغري جدا بصراحه، بس احنا بنقول ان الناس مثلا ناخد حته قد مثلا نص كف الايد كده اهوت صغيره، وممكن كمان ناخد معاها مكسرات تكون نيه، ممكن ناخد معاها كمان نص تفاحه، لان برضو التفاح فيه كميه الياف عاليه فهيخلي السكر في المعده يقعد فتره طويله حسسنا بالشبع عشان يحسسني بالشبع وما يعليش كمان معايا الانسولين يعني سكر الدم بسرعه جدا قوي. طيب كلمينا بقى عن اول ما بتجيلكوا انتوا الحاله او اول ما بيبداوا يتواصلوا معاكوا اصدقائنا من خلال الارقام اللي موجوده، بتستقبلوها ازاي الحاله او بتسالوا ايه الاسئله وبتمشي ازاي السيكونس ازاي عندكم في الشركه؟ هو طبعا اي حاله بتتواصل معانا في شركه اون تارجت فارما احنا الاول بناخد منها هيستوري كامل، اوكي المشاكل اللي عندها، الوزن والسن والطول، هل في مشاكل صحيه، في امراض مزمنه، في حاجه تانية لا قدر الله، في اي مشاكل عندهم، برضو بنحاول نفوكس قوي على المشكله اللي هي معطلاهم عن النظام الغذائي. تقريبا معظم الناس اللي كلمتنا جربوا انظمه دايت كتير ومش قادرين يكملوا، او مثلا الدايت ما ادهمش النتائج اللي هم كانوا متوقعينها او كانوا مستنيينها من النظام الغذائي. فانا حد كلمكم على الاناسيليوم قبل كده قال لكم ما عملش معايا نتيجه؟ في ناس، بس انا هقول لك على حاجه، قولي لنا السبب، ان الناس بتستخدمه غلط. قولي لنا بقى ايه الخطا فين عشان لو في يعني حالات كده نبقى احنا عارفين، قولي لنا الصح والغلط يا دكتور سيدي. احنا لما حد بياخد مننا الكورس احنا كمان بنقدم لهم متابعه مجانيه طول مده الكورس بنظام غذائي بمتابعه مع دكتور مختص، فده اللي بيخلي الناس انها تستخدم فعلا الكورس صح. لكن في ناس مثلا بتاخد كوبايه الاناسيليوم وتنسى مثلا تشرب كوبايتين الميه بعدها، فالالياف ما بيفتحش قوي المعده، يعني ما بيملاش قدر كبير من المعده. تقصدي الالياف ما لقيتش ميه ان هي تمتصها، ما هي دي الفكره، الالياف بتمتص الميه فتنفش حجمها بحجم اكبر. فطبعا انا في ناس اصلا ما بتحبش طعم الميه او ما بتحبش تشرب ميه على مدار اليوم، فاحنا بنساعدهم ان احنا بنخليهم اصلا يشربوا ميه، ده حلو لصحه جسمهم، وبرده علشان الكورس يشتغل بشكل صح او بشكل يدي فعاليه اكبر بكتير. ففي ناس يعني ممكن ايه، لو طب مش مهم نكسل مش مهم يعني نتابع فده معاهم. ممكن يبقى في النتيجه له تاثير، له تاثير طبعا. فهمت. فده دي الميزه اللي احنا اصلا بنقدمها في شركه اون تارجت فارم، يمكن مش كل الشركات بتقدم فكره المتابعه المجانيه او ان احنا نتابع معاكم طول مده الكورس، فاحنا عشان الناس نكون واثقين ان الناس تاخد اكبر استفاده، توصل للوزن اللي هي محتاجاه في اسرع وقت ممكن، تستخدم الكورس بامان، وهو طبعا الكورس امن 100% مفيش اي مشكله. الياف طبيعيه. عرفينا برضو الاناسيليوم عباره عن ايه، يعني قولي لنا المكون الرئيسي بتاع البرودكت ايه عشان برضو اصدقائنا لسه اول مره ينضموا لينا يبقوا عارفين احنا بنتكلم عن ايه. احنا في كورس الاناسيليوم هي الياف الاناسيليوم، الفكره في الكورس ان انا بتحكم في الشهيه او ان انا بظبط الشهيه المفتوحه، او الناس اللي بتحب تاكل كميات كبيره من الاكل، ان احنا دي تقريبا مشكله معظم الشعب المصري في الشتاء اكتر يعني. كمان للناس الطبيعيه اصلا اللي هو احنا يعني عادي دي حقيقه فعلا، موسم الشتوي داخل بقى احنا عايزين نفتح في الكميات. والله دي حقيقه فعلا. فاحنا الالياف دي هي عباره عن الياف طبيعيه من بذور اسمها بذور السليم الشقراء. طيب ليه البذور دي بالذات؟ طبعا في برودكت كتير في الماركت فيها اصلا بذور السليم، وممكن كمان الناس تشتريها كبذور طبيعيه يعني حتى زي بذور الشيا والكلام ده بشكل طبيعي، بس اللي بيتميز بيه البرودكت ان احنا عاملين له في التصنيع ان احنا واخدين فيه القشره الداخليه اللي هي البذره عباره عن كذا قشره، فاحنا واخدين اللاير الداخليه او القشره الداخليه بس من البذره، فالقشره دي بتتميز بحاجه مهمه جدا ان هي فيها ماده اسمها الميوسلج. الماده دي زي ماده لزجه كده او ماده هلاميه
المادة كل ما احط لها ميه حجمها هيتضاعف، نفس فكره الاسفنجه كده، الاسفنجه او مثلا الرز كل ما احط له ميه هيشرب الميه ديت وحجمه هيتضاعف. فهي دي الفكره بقى اللي بتعملها الماده ديت، ماده الميوسلز دي، ان انا كل ما بحط لها ميه الماده ديت هتشرب الميه، تمتص الميه دي وحجمها هيتضاعف اكتر بكتير جدا جدا من حجمها. يعني مثلا لو هي قد كده ممكن تضاعف، يعني يكون حجمها قد كده. فده اللي بيخليها تملي الحيز الكبير بتاع المعده. فان انا لما يكون الحيز كبير بتاع المعده ده بيحسسني ان انا شبعان، او بيعمل نفس عمل بالون المعده بس طبعا بشكل طبيعي 100%. الحاجه بقى كمان التانية اللي بتميز بيها الالياف، ان الالياف اصلا يعني كطبيعه الياف هي بتساعد الجهاز الهضمي جدا. لو حد عنده مشاكل في الهضم، عنده في ناس وقت الدايت بيجي لها امساك فعلا وبيبقوا عندهم مشاكل حقيقية. من اكبر مشاكل الدايت اللي سمعناها في شركه اون تارجت فارما مشكله الامساك في الدايت. وده المشكله دي بتحلها الالياف بشكل كبير جدا، سواء في النظام الغذائي او كمان من الكورس بشكل كبير جدا. كويس. لان هي بتساعد في عمليه الهضم، بتعمل زي ترابنج كده او بتحتجز الاكل جواها، فيبقى الاكل بيمتص من المعده او من الامعاء بشكل بالراحه قوي. فعلى حد على قد ما جسمي يحتاج طاقه كل شويه، او خلايا جسمي تحتاج طاقه كل شويه، هبتدي بقى حبه من الاكل يمتصه فيديني طاقه. ده غير انها كمان بتساعد البكتيريا الصديقه الامعاء، لان طبعا في بكتيريا جوه معدتي، البكتيريا دي مهمه جدا انها بتنظف جدار الامعاء. فالالياف ديت بتساعد جدا البكتيريا دي ان هي تقوم بدورها بشكل كبير. فانا كويس. زي ما اكون بنظف كده جدار الامعاء او بنظف كمان القولون، فده كمان بيساعدني بقى في مشكله الامساك او مشاكل الانتفاخات، عسر الهضم، وجع المعده مثلا من الاكل الكتير. الناس اللي بتاكل كميه ضخمه قوي وبطنها بقى مليانه ومش قادره تاخد نفسها ونفتح قوي في الكميات، طبعا بيساعدهم بشكل كبير جدا. احنا بقى بالاضافه للبوينت دي احنا كمان تحكمنا في بوينت تانية اللي هي مشكله الحرق، لان احنا عندنا مشاكل كتير جدا في جسمنا ممكن تاثر على الحرق بالذات. مشاكل في الهرمونات، مشاكل ان جسمي اصلا مش بعمل حركه كتير فمش بحرق كتير، فيها مشكله، او الغده فيها مشكله، طبعا دي مشكله كبيره، او ان انا عندي مقاومه انسولين، او ان انا عندي مثلا مريض ضغط او مريض سكر. طب ومرضى السكر ومرضى الضغط والكوليسترول والناس اللي هي عندها امراض مزمنه بيتعاملوا مع الاناسيليم بشكل كويس امن جدا وما فيهوش اي مشكله خالص وتمام قوي؟ يعني احنا اصلا اللي بتميز بيه كورس الاناسيليم ان المرضى الامراض المزمنه مش كل البرودكت اللي في السوق يقدروا ياخدوها، في حاجات كتير جدا بريكوشنز كده انا ما اقدرش اخدها، مثلا حاجه هتاثر على ضغطي ما اقدرش اخدها، حاجه هتاثر على السكر ما اقدرش اخدها، حاجه بتتعارض مع دواء انا باخده وده طبعا دواء مرض مزمن ما اقدرش اوقفه خالص، فبرضه بتبقى مشكله. فاللي بتميز بيه كورس الاناسيليم ان احنا خلينا البرودكت او المنتج هو مكمل غذائي كويس. مش دواء، كل الانجريدينت اللي فيه كل المكونات بتاعته تكون طبيعيه 100%، بحيث ان احنا نبقى ضامنين ان اي حد يقدر ياخده، سواء مثلا مريض امراض مزمنه، اطفال، كبار السن، مثلا حد بيرضع من السيدات اللي بترضع، عندهم اي مشكله تانية ما يكونش عندهم اي مشاكل تتعارض ان هم ياخدوا الكورس عادي يعني بامان جدا وما يعملش اي مشكله تانية، او يتعارض مثلا مع اي دواء انا باخده في الطبيعي، او مثلا اي مشكله صحيه تانية. هو مدعم بفيتامينز يا دكتور سالي صح؟ قولي لنا بقى هو مدعم بايه؟ احنا طبعا غير مشكله الشهيه احنا حاطين فيه مدعمات بتساعد على عمليه الحرق، زي كويس. مثلا انزيم البرومالين. الانزيم ده مستخلص اصلا طبيعي من الاناناس، هو حلو جدا ان هو بيخش على الخلايا الدهنيه بالذات يكسر الدهون المتخزنه. كويس. يعني ده الخلايا الدهنيه بتكون موجوده في يعني تحت الجلد او تحت طبقه الجلد، هي دي مهمتها الوحيده ان هي بتخزن بس الدهون. فالانزيم ده بقى بيخش على الخلايا ديت يكسر الدهون اللي فيها فيحولها لحاجات اصغر زي مثلا احماض امينيه، فيخلي الجسم يعرف يستفيد من الاحماض الامينيه ديت او يهضمها اسرع فياخد منها طاقه، فنساعد كمان في عمليه الحرق. ده غير ان هو كمان مدعم ب 50% فيتامين سي. كويس قوي. ففيتامين سي غير بقى فوائده الحلوه جدا للبشره والشعر ولصحه الجسم وللمناعه وعمليه الهضم نفسها والخلايا الدم البيضاء، كل الحاجات دي هو برده من الفيتامينز المهمه جدا جدا لعمليه الحرق، ان هو بيساعد مناعه الجسم، بيساعد العضلات انها تشتغل بشكل احسن. فانا طالما مناعه جسمي تمام والعضلات تمام يبقى انا جسمي عباره عن موتور حرق هيحرق الدهون الموجوده موجودة في جسمي. هايل. طب ما تقول لنا طرق التواصل تاني يا دكتور سيد. طرق التواصل احنا طبعا موجودين الارقام الموجوده على الشاشه، ممكن من خلال المكالمات او من خلال ابلكيشن الواتساب، موجودين على السوشيال ميديا على الفيسبوك، صفحه اون تارجت فارما على الفيسبوك، وموجودين كمان ممكن من خلال صفحه دكتوره نهال حافظ على الفيسبوك.
موجودين بقى كمان على الانستجرام، صفحه اون تارجت فارما على الانستجرام، وبرده صفحه دكتور نهى الحافظ برده على الانستجرام. طيب احنا بقى بالنسبه لنا طبعا يعني في قناه الاهلي وطبعا في مهارات عظيمه، يعني اسمحوا لي ان احنا هنتابع معاكم اي حد هيتصل بينا من متصلين او من متابعينا. لا احنا علينا ليه؟ وهنقول لكم لو في اي حاجه أكيد. طبعا لو في اي شكوى كده. وبعدين بس انا عارفه ان انتوا من لا والله انا شكوى. عارفه بس انا بقول دايما ايه، يعني الواحد دايما بيراعي حتى ولو حاجه بسيطه قد كده، او ليه صح. تساؤل او ليه اي حاجه، فاسمحوا لنا ان احنا طبعا هنبقى نوجه لكم الحاجات دي على الهواء، عشان يعني اصدقائنا احنا ما نحبش نزعل حد مننا طبعا. وانا عارفه ان انتوا اون تارجت فارما بجد حريصين على النجاح انه يبقى مستمر، وهو نجاح يعني زي ما بيقولوا ايه، نجاح متبادل ليكوا وطبعا للبيشنتس او للناس اللي بتثق فيكوا كشركه وتتعامل معاكوا اكيد من خلال الاناسيليوم. طبعا انا بشكرك يا دكتور ساري بجد، انتي نورتيني النهارده وشرفتيني. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيفتي اللي شرفتني ونورتني النهارده دكتور سالي فيكتور، واتمنى يا رب دايما ان انتوا تبقوا من نجاح لنجاح في اون تارجت فارما. ربنا يخليكي. اسمحوا لي طبعا اشكر ضيوفي واصدقائي ومتابعيني الكرام وكل من يشاهدنا من خلال شاشه قناه الاهلي، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم، واتمنى دايما نكون عند حسن ظنكم ويكون البرنامج اضافه للقناه الجميله قناه الاهلي. واسمحوا لي اتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.